قلنا انا فقره ريلوكينج مش لالي رامي ريلوكينج لاتونيا بس يعني لنقول رامي حقيقي اهلا وسهلا فيك حضرتك ميك اب ارتست بالام تي في واليوم رح تعمل لها لاتونيا مزبوط ميك اب كيفك رامي ماشي الحال كيفك انت انا منيحه تمام تمام رامي لكن عم نشوف تونيا حطينا التان حطيت لها تان هلا عم علم لها حواجبها لنبلشها بالعيون اوكي الحواجب لكن بنعلمهم قبل العيون فينا نبلش بحواجبها قبل فينا نتركهم لبعد العيون بس نخلص العيون بس انا حبيت غير شوي بلشها بالحواجب بالاول علم لها هني هيك بكون معنا وقت نشتغل بالعيون خلينا بما انه بلشنا بالحواجب رامي قد ايه لون الحواجب مهم بالنسبة للون العين بالنسبة للون الشعر يعني كيف تاخده التونر؟ قد ايه بيأثر لون الحواجب على لون الشعر؟ هذا السؤال هو اجمالا يعني لون الحواجب لازم يكون من لون الشعر افتح بدقري واحدة ولما يبينوا كتير غامقين الحواجب لانه بأثروا على الوجه كتير لانه عادة عم نشوف اوقات تتواج معمول عم يبقى على الوجه عم يتغير لون الشعر ولكن عم يبين التتواج اغمق 100% هل فينا نشتغل فيه بالميك اب رامي؟ اكيد اكيد بنفتح على هلا انا بشتغل بالحواجب بفتحهم بالاي شادو هيك احسن بالقلم بالقلم بيطلعوا كثير محددين بالاي شادو بيطلعوا ناتشورال اكثر فمشان هيك بشتغل بالاي شادو انا نعم وهلا خلينا ننتقل على العيون ننتقل على العيون حطيت لها الباز على العيون انا عندي اسئله لكل شيء ايه اوكي ما لحق عليك لازم شهر لحق عليك اوكي لكن عم نشوف توناليتي الاي شادو شوي على اورانج هلا حطيت الباز بين البني والاورانج هلا انا حاملها السموكي البني هلا حطيت لها باز هذا بيعطي افيه لانه نعم رح بلش احط اسود انا مبلش بالباز الاسود بدي اجي احط فوقه بني بس ليثبت البني بيعطي افيه حلو بين اسود وبني مشان هيك ببلش القلم بالقلم الاسود هيدا بيمد وبيطلع حلو قلم مش اي لاينر لكن مش اي لاينر وبهالقلم حتى ولو ما طلع كثير دقيق عم بعمله بلاندينج اكيد عم بعمله انا بلاندينج اوكي مثل ما عم نشوف هلا رامي عم نشتغل كمان بالعينتين اوكي وهون بنشوف قد ايه البني عم بيكون عم ياخذ بعضه مع مزبوط. الاسود بيصير بين يعني مش معروف اذا بني او اسود رامي ودائما كمان بتقول انه الاسود كاسود لحاله اذا حطينا له اي شادو اسود كمان بيصير كثير قوي، هل هيدا الشيء ايه. بيمشي على كل الوان البشره على كل الوان الشعر؟ لا بفضل انا الاسود على على كل الوان البوق على كل الوان الشعر الافضل انه نتفادى يعني مع الكل ايه بس في 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 عندك عالم بيلبق لهم الاسود خصوصا كمان شو لابسين اوكي اذا لابسين مثلا اسود بدهم مين العالم يلي بيلبق لهم اسود اسود ما عم بقول لك اذا كانوا لابسين اسود مثلا بدهم يعملوا سموكي اسود فينا واذا كانوا مثلا البو تبعهم بيضة فينا نعملوا سموكي اسود اذا بدنا نخفف لهم شوي نعمل لهم سموكي بس خفيف نروح على البني اوكي مثلي يعني تقريبا انا بس بدي اقول لك ثانكس على الميك اب اكيد ودائما انه بتكون معنا الصبح وكل الميك اب ارتست تبع الام تي في وبسرعه البرق بيكون معمول هالميك اب الحلو انا كمان يلي ما بيعرفوا عنك رامي انه حضرتك مكياج ارتستيك مزبوط بتغير يعني بترسم حول. بتحول بالمسرح بالافلام وكمان مؤخرا شفنا تحولات بسليبرتي دويتس حضرتك عملتها مزبوط لادوارد لادوارد وكان في تحولات جذريه تحول ادوارد فجأة لطارق ابو جوده ما بعرف اذا عم نقدر نشوف الصور وكمان رجع تحول امبارح الاحد لمين؟ لشيف انطوان لشيف انطوان عاد ما اشتقوا له العالم فخلص صار بده يطلع شيف انطوان نحن رح نشوف الصور وعم نشوف طارق وعم نشوف قد ايه فعلا بينشغل على هالموضوع وفي اكسسوارات اكيد معينه ايه اكيد ما فيك هلا هذا الميك اب الارتستيك ميك اب وهيدا شيف انطوان يا رامي البيوتي ميك اب امبارح شيف انطوان غش الكل على فكره ايه غش الكل يعطيك العافيه يعني ثانك يو قد ايه هالموضوع صعب؟ ليك صعب هلا صعب كثير بس كمان كان معنا وقت كثير قليل يعني كان معي ربع ساعه تغير له اللوب طيرجع يطلع هو واو. يعني مشان هيك يعني عملنا شيء مستحيل عملناه طيطلع طيطلع مثل ما هو لازم بس برافو يعني نجحت 100% وتحيه كمان لادواردو وافكاره الحلوه كثير كيف رح نكمل الميك اب مثل ما شفنا هلا عم نحط اسود بقلب العين
اوكي. هل بتحط الوان رامي بقلب العين ببعض الاحيان؟ انا بفضل الوان يا الاسود يا البني يا البرونز. مور كلاسيك بيكونوا. ما بحب الالوان المعجقه، بتعطي يعني بتبهتها للعين. يعني فينا نضويها بهول الالوان الكولورتير. بس عم نشوف هلا عم نعمل بلاندينج تحت العين، ولكن بطريقه ناعمه جدا البني، بطريقه كمان مانا محدده. رامي، دائما سيدات عندهم مشكله بالكورنر بزاويه العين. كيف يعني اسهل طريقه لحتى نعمل الزاويه ونحددها ونرتبها؟ اسهل طريقه اذا بتحط بقلب العين، بتحط بتبلش بقلب العين، هي تحط الاسود او اللون البني او اللي هي بتحطه بقلب العين وتسحبها. ما تقشط عينها، تسحبها لفوق شوي وترجع ضمد شوي بليز، بترجع بتفوت فيها على قلب العين لجوا كرمال تنرسم الفورم تبع العين. تفتح شوي بليز. لكن رامي، نحن اكيد رح نتركك تكمل الميك اب، اكيد اشتغلنا اليوم كثير على العيون، بيبقى البلاش بيبقى الحمراء، رح منشوفهم اكيد من بعد البريك، لانه رح نكمل مع تونيا كمان ومع هير دريسر جورج مطر. شكرا لك رامي، يعطيك الف عافيه. بريك ومنتهي. هيك يا جورج، شو بك بتضلك هيك؟ اهلا وسهلا فيك جورج مطر ببقرة ريلو كينج، ومتابعين دخلك. ليه ما حط لك حمرا رامي؟ هلا بشوف، هلا انا بحط لك حمرا. نعم، تفضل جورج، شو رح نعمل اليوم؟ صباح اليوم مثل ما شايفين، هلا رح نشوف صورتها لتونيا قبل وبعد. قبل وبعد اكيد هلا رح نشوف صورتها، كان شعرها كله غامق اسود. ما بقى بدنا نعمل القشعر مثل ما شفت، كنا عم نعمل كل الوقت، صغيرنا شوي هلا، تركت على الباز تبعها من فوق مثل ما هي، ممكنون تركت على الباز مثل ما هي الناتورال، كمان ما تقلق بشيء، يعني كمان الاطول وضلوا شعراتها فوق ناتورال مثل ما هن. نعم، وعملنا مثل ما شايفين هذا الديجراداسيون باللون من قدام، هذا برودكت جديد نازل بالتنتور، بيعمل هودي الالوان الجري والبيج والشوال بلو بلا ما يتعب، يعني بتحسي انه الشعر بعده هلسي، بعده ناعم، ما فيه شيء تعبان، منه مقطش، منه عم نشوف قبل وبعد قد ايه بيفرق الشعر وقد ايه بيعطي اكلال للوجه، وقد ايه بيعطيها اكلال ذات الوقت. لابق اللون مثل ما حكينا، يعني ما فيها تكون شتان افتح وتعمل هذا اللون، فلابق اللون الباز مع اللون اللي عملته من تحت على اللون، يعني لازم يكون فيها الكونتراست، لازم يكون فيها الكونتراست. نعم. وبرضه بعد انه انا ما بدي اصبغها، لازم اذا كان بلاك من فوق اكثر بيطلع بعد احلى كمان بيمشي. هالالوان يلي عم نشوفها دارجه اليوم، ان كان يلي ميلي على ازرق شوي، ان كان يلي ميلي على جري، رمادي، على زهري ببعض الاحيان، هيدا الزهر الخفيف البينك الناعم. صح صح، كثير دارجين، كثير دارجين هلا. صح، لانه بتعرفي ليه شوي صار الاشقر زياده وصارت كل العالم مش ضابط على كل الناس، يعني الا انت رانيا. انا ماني شقر، انا هلا من بيتي اشقر بس الميال. الميال الميال سو عم نطلع منه شوي، يعني بطريقه اكيد للي بيلبق لهم بهول الالوان اللي كنا عم تحكي عنهم. هلا بالنسبه للبينك والروز وهيك اشتغلناهم شوي بالصيف، يعني اكثر الوان صيفيه من هلا. صحيح، بس هلا الترند كله مثل ما عم نشوف هلا الجريل على على كل حال، دائما هالحركه بالشعر، حركه اللون عم تعطي حياه اكثر اكيد، وعم تعطي كمان هيك رونق اكثر للوجه. صح جورج، بتعرفي ليه؟ لانه اليوم لو شيء كانوا بالزمانات انه نمشي قبل الفترات، هلا قبل ما نشتغل بقى الالوان، كانت مثلا تيجي الشتويه تلاقي كل العالم انه خلص سودينا وغمقنا وعلى مارون وعلى محمر وعلى غامق، بترجع بيجي اول الصيف بصير بدها تطلع من الاحمر ومن المارون الغامق وهيك بتعب شعراتها. بهو الالوان عم بتضل انه اللون مثل ما حكينا انه فيه اكلا وحلو وكل شيء، والشعر بعده انه هلسي، منه تعبان، وبذات الوقت في لوك، يعني ما في شيء براسه، مش انه خلص شتينا عملنا اسود او الاحمر صار اوت كليا. ليه الاحمر السنه لا ما في؟ صح ابدا، كثير قليل، كثير خفيف، عم يشتغل على موكا مع شويه امبريه مع شويه هيك لولتس ناعمين. حسب هلا هو ايراني، حسب لكل حدا كيف شعره، كيف التان تبع وجهه، كيف البقله، كيف قد ايه بيحمل الشعر. هلا انا ايام بيجي حدا انه
اذا ما كثير بيحمل هذا اللون الشعر انه حرام يعني، انه انا بقول لها انه ما تعمليه مثلا، او انا ما بصبغ لها لانه ما عندها ابيض لون شعرها بعده ناتورال، انه حرام تشتغل فيه. نعم. سو مشان ما تعلق يعني، حسب كل حدا شيء وكل حدا كيف الكوافير هو بيوجهها للكليونت اللي عنده، يعني على اي لون بدها تروح وشو بدها تعمل، الصحه اكثر لشعرها، واللي ما بتعلق بقصص انه ما قالها فيها بعد، خصوصا انه الصبايا بيكونوا صغار وبحبوا يغيروا بالوان شعرهم، فمنشان هيك هالتقنيات. ثلاث ارباع يعني، ما عندك 90% من الصبايا الجون يعني كان ساس بتلاقيهم خلص هلا هايلايت بلشوا. فمنشان هيك يمكن هون التقنيات مهمه كثير لحتى تكون اشياء صحيه، صح يعني ما تضر الشعر وتعطي بذات الوقت هالحركه. قد ايه هاللون دقيق يعني، ان كان للميك اب جورج ان كان للتيك؟ قلت لك بده لوك يعني، يعني لون شوي مميز. سو بده حدا يعرف يظبط وجهه عليه، بده حدا يعرف يلبس الوان ثيابه لتزبط، بدها تكون قصته مثل ما انا عامل هلا. اذا منتبهين انا شلت لها شوي من الترافون قبل ما اعمل اللون، وهلا عم بعمل هيك شويه شيب للكوب اكثر. يعني حتى البراشنج تبعه بده يكون بطريقه ناتشورال، يعني كله على بعضه يعني، ما فيها تكون مش ظابطه. بده جرأة كمان، بده جرأة من الهير دريسر ومن كمان الصبيه الحلوه يلي معنا اليوم تونيا. قولي تونيا قد ايه مأمنت لك يا جورج. جورج عم نرجع كمان لقصة الشعر. منشوفك كتير معنا عم بتقص الشعر على الناشف، هل القصة بتكون نهائية على الناشف؟ هلا مثل ما شفنا انا قلت لك قبل ما اعمل اللون، لانه هول الالوان وقتها بيكون في اللون على اللونجير تبع الشعر، قبل ما نعمل اللون رانيا مضطر شيلها، لكن هو اطول بشوي شعره، سو شلتهم على قبل ما اعمل الكولور كرمال ما يروحوا بالصبغه. صح. بس انا على الناشف على طول مثل ما شايفين هلا بشتغل الشيب تبعي، يعني انا بتطلع فيها بصير تحسي هي القصه احساس اكثر ما انه كمان تكنيك يعني. يعني بحس الواحد بتطلع بحط ايده بحس انه هون اسمك من هون بدها بعد شوي، على طول على الناشف ومع البراشنج بتقدري تلقطي هول القصص اكثر. حلو كتير. على بالنسبه لي هلا غير حدا ما بعرف انه، بس انا هيك بحس انه وقتها تلقطيهم تقدري تقدري مثلا قد ايه لازم تشيل من هون، قد ايه لازم تخفف من هون، بدها بعد شويه فوليوم هلا مثل ما عم شوف تعيش قول شوي راسها من هون حسب ناعم شعرها. ايه تونيا شعرها من الكواليتي الناعمه. هو مزبوط كان بده يجرأ بهول الالوان، لانه هو نوع الشعر الرقيق، يعني اذا واحد ما بينتبه له بيمغط بيقطش دغري بيتكسر. صح. بسرعه. وين من الكاري بعدنا؟ شوي على اطول يعني عم نعمله طلع تونيا هلا هيك لهون هيك. بطلنا شوي القصير قصير والطويل صار كثير كمان انعمل ونقص كثير. سو هلا الكوب التريندي عم بكون هلا انه لهون هذا الطول اللي بيطول بعده على طول واحد، يمكن من قدام شوي نكزه اطول، نكزه شيء بسيط، منه هالفرق اللي كثير انه قصير وكثير طويل. لا ما بقى عم يعطي لوك اوروبيان هيك ناعم. اكيد كمان بده حدا يعرف يمشطه على يعرف. بس كمان جورج بنرجع هون لفورم الوجه، بنرجع لنوعيه الشعر، كل شيء بنرجع لفورم. في ناس شعرهم يمكن احلى هو وطويل، وناس شعرهم احلى هو وقصير. بكل شيء بكل شيء بكل شيء، حتى بالثياب يمكن بكل شيء بترجع لحدا كيف بيلبق له، كيف هو كيف هالقصه بتلبق، كيف تزبط مع كواليتي الشعر، مش انه قصيناها وعملت برشنج انا وخلت على البيت ما زبط مع البرشنج، او عملنا برشنج حدا ثاني شوه لها اياهم انتزعت القصه قالت لك يعني. بكل شيء بدها تكمل الخبريه كله بيلحق بعضه. شو قصدك يعني لازم تضل عندك على طول؟ ايه اكيد. لا ما اوقات في بتقصي قصه بروح حدا بيعمل لها برشنج 100% بتطلع يمكن قصتها كثير منيحه، بس بروح حدا ثاني بيعملها برشنج بينزع. هو اجمالا بتكون القصه جان ومودرن، برشنج مثل بالكاري بينزعها وبيعملها شوي ديمودي مثل بالكاري مثلا قصي لهون هيك، واحد يروح يعملها هون اندر دون هيك مثلا، اذا هي كانت جان وترندي وناعمه صارت عمرها 50 100% كثير بيأثر هذا الشيء يعني، اللوك او الكوافير والهيك 100% حتى هون انه بنعمل ويفي هذا اللوك الجديد اللي قلت لك عنه هلا، البرشنج اللي عم نشتغله ويفي عريض اللي حاعمل هلا ضربه من هون على الاطراف. سوري هذا نسي لوك يعني، عم بكون ويفي عريض بس البوينتات عم تكون ستريت يعني، ما بقى عم اشتغل بالويفي. هاي هي سر، هيدا سر، هيدا يعني فعلا سر. اوكي عرفتي يعني ما بقى عم اشتغل بالويفي اللي كثير ملفلف كمان ولف وفار ويطلع الشعر يعني كانه مفلس الشعر، عم بيكون الويفي عم بيكون كثير على ناعم شاين يعني. ما بعد ما عم نعمل الويفي هلا انا لانه قصيت في طريقه بعد نرجع نفلت الاطراف بكون اكثر ناتشرال، حتى اللون بالشعر ببين، القصه بتبين، كل شيء ببين. حلو كثير.
اذا انتبهت كيف بينوا طوال وبين اللون بينوا طوال ودغري بيرجعوا بصيروا خرزان اكثر. صح، ما بيعود عنا هيدي الطعجه يلي ما بقى فيها الطعجه، ما بقى فيها الطعجه اللي كثير عم تلفلف الشعر ومثل ما حكينا خلص بطلت يعني هذا الويفي ويفي ويفي معزق يعني حتى مرة. الفرق مش معروف اذا على جنب ولا على النص بتزتهم هي بايدها وبتخلصها بتعمل اللي بدها اياه يعني ما بتحس ما بتحس حالها مصفصفه نايمه انطونيو يعني لتاخذ هلا لحطيها الفوليوم اللي لازم لتاخذ لتاخذ اللوك المضبوط وقصدها تلبس ازرق ليه ما قلت لك انا شو قلت لها قبل قلت لها لازم تلبسي شيء يزبط يعني شيء يبين اللون ازرق او ابيض او شيء تيبين انه ما فيك تلبسي مع هذا اللون مثلا بينك او شيء فيه موف وبتطلع ناجعه شوي ايه ناجعه يعني بتعرفي تلبسي له قصص وشيء يلبق معه يعني. شكرا لك جورج مطر هير ستايلست وعلى الابتكارات الجديده يلي دائما بتعطينا اياهم ونعيما تونيا اكيد الميك اب هون كثير حلو كمان كلها والتياب حلوين وكل شيء ونحن ناطرينك بحلقات جديده اكيد جورج في فقرات ريلوكينج لحتى تعطينا النيو ترندز لهالموسم جورج اهلا وسهلا فيك رح ناخذ وقفه سريعه ومن بعدها بننتقل لفقره سانتي مع دكتور ليال أسفل.